هنشيله من على النار يهدى معايا دقيقة، وبعد كده نيجي نعمل الطبق التاني من الفول برضو. احنا عندنا كذا اي حاجة تحطوها على الفول بيتقبل. هنيجي هنا نعمل فول بقى اسكندراني بمنتهى البساطة. نيجي هنا نحط شوية زيت اهو، وبعدين نيجي هنا اهو مقاديرنا بتاعت الفول الاسكندراني، هي عبارة عن شوية من الفول اللي احنا لسه عاملينه قدامكم ده، وكمان عندي فلفل متقطع مكعبات، فلفل رومي، وبصلايه متقطعة مكعبات، وطماطمية او طماطميتين، وتوم وكمون وملح، وشوية الزيت اللي احنا حطيناه بس كده. اه يعني الفول بسيط قوي، وزي ما بقول لكم تركبه فيه اي حاجة يشتغل تمام. هناخد نستعمل الفول اللي احنا عاملينه ده حالا زي ما هو، وبعدين هنيجي هنا اول ما يسخن هنحط البصل شوية. مش عايز بقى، كان السؤال اللي جالنا قبل كده على ان احنا نسبك الحاجة، لا احنا هنحط البصل يدبل معانا شوية، يعني يدوب يشم النار شوية علشان كمان احس بطعم البصل في وسط الفول بتاعنا اللي احنا هناكله دلوقتي بالراحة. الشكل والطعم والحاجات اللي احنا دايما بنحبها ممكن ننفذها، يعني انتوا عايزين، في ناس بتحب تحط زيت زيتون. يا استاذه ساره ازاي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. ايه كنت عايزه اعرف طريقه اللازانيا. من عينيا حاضر، من عينيا تسلم، ربنا يخليك. حاجه ثانيه على كل اللي بتعمله. اشكرك، مالكيش سؤال ثاني؟ ايه كل سنه وحضرتك طيب وطيبه، وانت طيبه، وكل مشاهدينا بخير وبصحه. طيب في قبل السؤال ده كان في سؤال ثاني تقريبا. اه حاضر، معلش بقى سامحوني الواحد بينسى. الفراخ المقرمشه، لا احنا كبرنا في السن يعني، فالواحد انت عارفين. الفراخ المقرمشه ببساطه هنجيب فرخه نقطعها 8 قطع، ونفتح فتحات فيها كده بالسكينه، ونحطها في شويه لبن رايب معاهم شويه توم باودر وملح وفلفل وبصل باودر، ونسيبها على جنب كده مده مثلا 6 ساعات او اكتر. بعد كده بخرجها من اللبن الرايب ده، يكون عندي ميه وكوبايتين من الدقيق المبهر. دقيق مبهر فيه ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا ورشه حبهان، الحاجات دي كلها النكهات، وشويه من البيكنج باودر. اخد من الخليط بتاع اللبن الرايب احط على طول في الدقيق، وبعدين في الميه، وبعدين في الدقيق، وبعدين في الميه، وبعدين في الدقيق تاني مره، واخر مره دي بهز، ما بمسكهاش بايدي، بهزها كده كويس قوي لغايه ما تتشرب وتبقى فيها الكرمشه بتاعه الفراخ المقرمشه. الزيت عندي يكون سخن، بقوم حاطط في الزيت السخن. بعد ما بحطها في الزيت السخن معايا بيحصل ايه بقى؟ بستنى عليها لما تلون 3 4 دقائق، تاخد اللون الذهبي الجميل ده، بقوم مغطيها او سايبها برضو في الكزرونه بتاعتي، وموطي عليها النار خالص لمده 15 دقيقه. لو عندي حل الضغط يبقى 7 دقائق بس. دي احلى فراخ مقرمشه ممكن تستعمله. هناخد بقى شويه توم اهو. نرجع احنا لسه بنكمل الخلطه الاسكندراني، حطينا البصل والثوم وبعدين الفلفل كله مع بعضه. انا هعمل لكم حاجات بسيطه لذيذه، ولسه في رمضان ان شاء الله هنعمل لكم برضو وصفات من الفول تعجبكم، علشان نبقى نشكل كده كل الاكلات بتاعتنا كل يوم. وشويه كمون ونقلب. طيب الشيف يوسف، هو الحاجات دي بتستوي جامد، دي حاجه ترجع لكم يعني، دايما لو الشكل والطعم كده عايزه مقرمش شويه، لو انا عايزه مقرمش اسيبه بعد شويه واحط عليه الفول، لو انا عايزه يستوي خالص ممكن اسيبه لما يستوي خالص واضيف عليه الفول بتاعنا ويبقى زي الفل، يعني ده حاجه زي ما قلت ترجع لكم انتم. نقلب. طبعا في ناس بتستعمل عدس مدمس مكان الفول، هنستعمله دلوقتي، وهنقول شويه بالخلطه السحريه بتاعتي اللي انا عملتها دي، وهنعمل شويه تانيين بتتبيله تانيه. بس بعد ما نيجي بقى كده هنحط شويه ملح اهو، وبعدين الفول اللي انا لسه غرفه قدامكم اهو، ونقلب كله مع بعضه، يبقى عندي احلى فول اسكندراني. اسيبه يغلي مع بعضه شويه، بعد ما يغلي معانا هرجع من الفاصل، يكون غلي واستوى وشكله الجميل اللي انتوا شايفينه الروعه ده،
عشان كده هستأذنكم اخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنكمل مع بعض نعمل فول بالطحينة على بعضها كده بسرعة من غير أي حاجات، ولكن محدش شاف في أي مكان الجديد الممتع التعليمي هتشوفوه مع الشيف يسري برنامج مطبخ الحياة بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض دمسنا الفول، وبعدين بعد ما دمسناه خدنا منه قدامكم وعملنا منه صنفين، وفي رمضان ان شاء الله هنعمل منه اصناف كتير قوي، بس في ناس كتير قوي بتحب العدس، يعني شايفين ده الفول الاسكندراني واللي جنبه الفول المطحون اللي احنا حطيناه مع خلطه يسري اللي هي جنبنا دي اللي هنستعملها برضو في العدس. في ناس كتير قوي بتحب العدس، بس شايفين المنظر يا جماعه، يعني عيش بلدي كده وانسى بالهنا والشفا، حاجه كده. لا يدعو لياسر